يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ضيفي وضيفكم النهارده واحد من الشخصيات الجميله المحترمه اللي بتحظى بمحبه الجميع في الوسط الرياضي، لانه صاحب قلب ابيض، لانه من ابناء اصحاب القلوب البيضاء زهره الجنوب، من ابناء اسوان المحببه لنا جميعا. هنعرف حكايته، نعرف نجاحاته رغم يعني صغر السن، يعني في مرحلتنا، لكن قدر ان هو يصعد بفرقتين اتنين الى الدوري الممتاز بعد ما صعد مع اسوان الموسم قبل الماضي. الجونه رات انه هو المنقذ بعد هبوطها الى الدوري القسم الثاني، وبالفعل كان هو المنقذ وصعد معها الى الدوري الممتاز واعادها مره اخرى. وبعد كده على طول في نفس الموسم كسر رابطه مع نادي سيراميكا كليوباترا لما انضم للجهاز مع الكابتن ايمن الرمادي. نجمنا اليوم هو الكابتن احمد مصطفى بيبو، المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا، والصاعد قبل ذلك بفريقي اسوان والجونه. منور الدنيا كابتن احمد. بنورك يا دكتور، ومشكرين على المقدمه الجميله والبرومو واللي عاملينه في الاعداد، بصراحه حاجه بسطتني جدا. ده جزء من حقك. الله يخليك يا دكتور. يعني انا ببقى فخور بنجاحاتك، واحد من الناس اللي اشتغلت على نفسها صح وبدون ضجيج وبهدوء تام يصعد بفرقه وبالتانيه وكسر رابطه، فبسم الله ما شاء الله انا مسك خشمه. الحمد لله الحمد لله، انا مبسوط ان انا مع حضرتك الدكتور النهارده، ان شاء الله دي حاجه تشرفني. الله يبارك فيك. ابدا معاك بقى كده سريعا البدايات، بدايتك كابتن احمد مصطفى. انا ابتديت يعني يمكن من سنه 90 في اسوان مدرسه الكوره، اتدرجت في قطاع الناشئين لغايه لما صعدت موسم 96 97 مع كابتن محمد عامر، كانت فرقه في الدوري الممتاز. بس ما لعبتش، لعبت السنه اللي بعدها كان عندي 19 سنه، كان كابتن جمال عبد الحميد الدور الاول. الدور الثاني كان المرحوم كابتن طه بصري، لعبت معاهم الحمد لله رحمه الله عليه، واتدرجت بعد كده في مع الفرقه لغايه لما بقيت كابتن الفرقه. مشيت سنه واحده بس، رحت مصريه اتصالات مع كابتن جمال ورجعت تاني لغايه لما انهيت مسيرتي كلاعب يعني في 2008. بعد كده رحت قطاع البراعم، كان كابتن محمد حسن الشريف هو اللي ماسك قطاع البراعم، شافني وقال لي انت هتبقى مدرب كويس وهتيجي، انا عايزك تشتغل. ما كانش في دماغي خالص ان انا اكمل، هو الراجل جابني واشتغلت معاه، اتعلمت منه كتير فتره طويله، يمكن 6 مواسم بشتغل في قطاع البراعم ما حدش عارف عنك حاجه، كنا شغالين بعيد عن النادي في ملعب بعيد عن النادي بشتغل بس من غير اي حاجه، ما كانش لينا اي تطلعات ساعتها، كنا بنشغلين وبنتعلم لغايه لما استقطبونا في قطاع الناشئين فرقه، والتانيه الحمد لله الفرقتين اللي مسكتهم فرقه خدت بطوله، والفرقه التانيه كانت الموسم اللي قبله ماشيه بطريقه مش كويسه في الجمهوريه، لا اتحسنت وبقت كويسه، عملت نتائج محترمه في دوري الجمهوريه. ما كملتش الموسم ده، كنت طلعت مع الفرقه الكبيره مع كان رحيل كابتن عماد النحاس، مسك كابتن محمد عامر اشتغلت معاه، بعد كده كملت مع كابتن اسامه عرابي، اشتغلت بقى في كل الاجهزه اللي جت، خبرات متراكمه مع اجهزه عديده واسماء عديده، اسماء كبيره اشتغلت معاهم، كنت فخور جدا وكنت بتعلم من كل واحد حاجه. اشتغلت مع كابتن اسامه عرابي فتره في اسوان، بعد كده الراجل لما جاله حاجه في السعوديه وحاجه كانت مجزيه جدا اختارني ان انا اروح معاه، وكان مدربين كتيره حواليه، الراجل بشكره من خلالكم برضو ان كان ثقته كبيره فيا. اشتغلت مع كابتن علاء عبد العال، اشتغلت مع كابتن سامي الشيشيني، مع كابتن مجدي عبد العاطي، مع كابتن كشري، مع كابتن عادل لحمه، مع كابتن محمد عامر. ان شاء الله اول صعود ليا مع كابتن عامر كان فتره انتقاليه لما انا كنت تحت وخلاص، اول ما الامور استقرت فكان كنا عايزين يرجعوني تاني قطاع الناشئين. انا كنت فاكر الكلمه دي، الجمله دي بترن في وداني لغايه دلوقتي، فهو الراجل قدامي قال لهم لا انا عايز الراجل ده معايا، احنا عايزين نعمل كادر تدريبي للنادي من ابناء النادي. جميل لما يبقى مدرب من بره بس قيمه كابتن محمد عامر وفكر ان هو يبني اجيال للنادي اللي هو موجود. مش عايز اقول لك يا دكتور ان هي كان الكلمه دي كان ليها اثر كبير جدا جدا جوايا. الراجل في 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 بداياته برضه معايا كان كل حاجه ماسك في ايدي، احنا هنعمل كذا وبنعمل كذا عشان كذا وبنعمل كذا عشان كذا، وانا لغايه وقتنا هذا بديل للكابتن محمد عامر بالموضوع ده. الشخصيات الجميله، وانا احنا الواحد في مجال التدريب ده كل يوم في حاجه جديده، كل يوم في حاجه تتعلمها. كل يوم انا في نقصاني حاجات كتيره، كل يوم بتعلمها. سنه اسوان كان حاجات كتيره نقصاني عوضتها في سنه الجونه، سنه الجونه حسيت ان في حاجه نقصاني بعوضها مع كابتن ايمن الرمادي، وهتعلم منه ان شاء الله السنه دي كتير برضه. بقى توليت الرجل الاول في جهاز اسوان السنه اللي صعدت بيها، ازاي جت؟
هو انا كان رحل الكابتن علاء اخر 6 ماتشات في الدوري الممتاز. المجلس الاداره اللي بوجه لهم كل الشكر لك المهم في ذلك الوقت من خلالك سياده اللواء احمد سليمان وكابتن مجدي سبانك والمجموعه المحترمه. المجلس السابق ده بصراحه يعني اللواء احمد سليمان، كابتن مجدي سبانك، كابتن مصطفى امين، كابتن محمد حمدي بيلس، استاذ ايهاب منصور، استاذ ابو الحسن الشاذلي، سامح سلبيتا، كلهم بصراحه يعني كانوا في ظهرنا. مسكنا 6 ماتشات ما حصلش توفيق، الفرقه ما عادتش. كان بوش كبير جدا لينا ان انتوا لا شافوا شغلنا وشافوا الشكل اللي احنا عملناه وقالوا ان احنا ثقتنا فيكم كبيره ان انتوا زي ما الفرقه نزلت انتوا ان شاء الله هتقدروا ترجعوها. والحمد لله يعني احنا مسكنا موسم واحد، اول مره اسوان تنزل في نفس السنه كانت تصعد. الحمد لله كنا عملنا موسم كويس، صعدنا صعود تاريخي بالنسبه للنادي، فرق 16 بونت عن اقرب فرقه ليك. صعدت قبل الدوري ما يخلص ب5 ماتشات. الارقام كلها في الموسم ده كانت ارقام تاريخيه بالنسبه للنادي، وعدد نقط، عدد المكسب، عدد الاهداف، كل حاجه يعني. ده تجربه بعد ما صعدت لانك مره واحده انتقلت للجونه اللي كانت هبطت من الدوري الممتاز، ودي برضو رغم ان احنا كنا نفسنا تكمل تجربتك مع نادي اسوان، لكن كان ثقه فريق الجونه ان بقى في متخصص في مجموعه الصعيد للصعود بالانديه، فدي برضو ثقه كبيره جدا. طبعا حضرتك عارف يا دكتور ان يعني الجونه يمكن الكاتيجوري بتاعها غير نادي اسوان بالنسبه للامكانيات، كان هم ممكن يجيبوا حد اسم زي ما بيقولوا، حد بياخد حاجات كتيره يعني، لكن ناس كابتن حسام الزناتي وكابتن حصري بشكرهم برضو من خلالك ومستر ماجد، الناس كان ثقتهم كبيره في جدا. كلمني كابتن حسام وقال لي احنا بيك ان شاء الله باذن الله هنصعد السنه دي. بشكر من خلالك برضو الكادر اللي اشتغل معايا، المدربين اللي كان ليهم فضل كبير جدا جدا في الواحد وصل له، كابتن مارادونا، كابتن عبد الناصر عباس، كابتن محمد السيد، كابتن احمد كمال، اللي اشتغلوا معايا هنا وهنا وكان ليهم اثر كبير جدا معايا وليهم نسبه كبيره من النجاح اللي احنا وصلنا له. طيب ما الفرق بين الجونه واسوان في تجربتك؟ هو موضوع الجونه كان اصعب شويه. الاثنين في عامل مشترك بينهم يا دكتور ايهاب، كان الفرقه اللي بتهبط من الدوري الممتاز كانت بتتظلم في موضوع الوقت، موضوع البري سيزون ما كانش فيه وقت، مفيش وقت، زائد نقطه ان اللعيبه اللي نازله معاك من فوق مش عايزه تكمل في القسم الثاني، ففي بيبقى في حاله من عدم الاتزان، انت مش عارف اللعيبه دي هتكمل معاك او مش هتكمل معاك. الموضوع ده حصل معايا في اسوان، عالجته على طول في الجونه السنه اللي بعدها، كنا اتعلمنا خلاص اللي حصل هنا عالجناه هنا، بس المنافسة كانت غير يعني شرسة المرة دي. انت هناك 16 بونت، المرة دي انت ولافيينا لاخر ثانية في مباراة بطولة الاسيوط وشبان هنا، صح كده؟ احنا بنلعب شبان ولافيينا بتلعب اسمنت اسيوط. اسمنت اسيوط. انا فاكر المباراتين الاثنين. بحيي فرقة لافيينا، عملوا موسم رائع بصراحة، ما لهمش نصيب ان هم يصعدوا، بتمنى لهم التوفيق. احنا الحمد لله عملنا موسم كويس، الدور الاول ما كانش على مستوى التطلعات زي ما قلت لحضرتك، موضوع الاعداد ما كانش على مستوى، انت ما قدرتش تجيب اللعيبه اللي انت محتاجها، كانت الناس كلها كويسه اتسكنت لغايه لما انت اشتغلت، كانت الفرق كلها ليها شهر ونص بتعمل فتره اعداد. فالدور الاول فرق معانا، خسرنا نقط كتيره في الدور الاولاني، بس احنا برضو اتعلمنا من الموسم اللي قبله ان احنا شغالين وتركيزنا على شهر يناير، التدعيمات بتاعتك، ايه النواقص اللي عندك حصلت، ايه الدروبات اللي حصلت معاك في شهر يناير. وفي معلومه برضو للدكتور ايهاب ان احنا جينا في ماتش كنا لقينا الدنيا مش ماشيه، ما عناش توفيق، فقلت للكابتن حصر قعدت معاه في الاوضه قلت له انا بشيل عنكم الحرج، لو احنا ممكن نمشي النهارده بعد الماتش ده، احنا يعني فرقه الجونه ما تستاهلش ان هي ما تصعدش، انا شايف ان كل حاجه متوفره للصعود. الراجل قلب الموضوع ده، قال لي لا احنا بيكم، احنا شايفين الشغل بتاعكم، احنا عارفين ان انتم مش مقصرين في حاجه وانتم اللي هتصعدونا. ثقة كبيرة، كلمة بترند في ودانك لغاية آخر الموسم، وشكرناهم على ثقتهم دي والحمد لله حصل. الدور الثاني يا دكتور حضرتك عارف النقطة عزيزة جدا جدا، الدور الثاني وصعبة، احنا من 15 ماتش كسبانين 13 ماتش، وعندك مباراة كانت غريبة وعجيبة، منهم المباراة الشهيرة، ماتش مباراة المنيا دي كانت برضو من الحاجات اللي هي ممكن توقع أي حد، بس الحمد لله واثنين كبار يعني اثنين كبار بالظبط، الحمد لله القرار كان صائب، الحمد لله ان احنا خدناه احنا مع الاداره ان هم ما ينفعش ان يكملوا مع الفرقه، يكملوا لمصلحه الفرقه. دي كانت خناقه حصلت في المباراه وهم كانوا فايزين
وتم طرد يعني حارس المرمى وطرد اللاعب، وبناء عليه المنيا اتعدت في الثواني الاخيره بالظبط. وانا طلعت اكتر من مره وبقول ان الحدث ده حدث في الماتش ده بس، لكن الاثنين كانوا لعيبه كويسين جدا، كويسين جدا معنا ومؤثرين جدا معانا، مسعد وصافي، وبشكرهم برضو من خلال حضرتك. ولا كان معانا لعيبه كويسه جدا جدا كمان مع الجونه السنه دي، لعيبه خبرات ولعيبه على مستوى عالي، كان ليهم فضل كبير برضو ان الجونه تبقى تصعد للدوري الممتاز يعني. ده شيء جميل. طيب تزعل مني في السؤال ده؟ لا اتفضل. تقديرك عند الناس كلها معروف ممكن، لكن ربما يكون سقط سهوا. ما لم يحدث في أسوان حدث في فريق الجونة. تم تكريم الكابتن أحمد مصطفى بيبو كما ينبغي أن يكرم بعد صعوده، وهو ما لم يحدث مع فريق أسوان. ليه؟ لا انا ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده، بس الحمد لله انا بشكر جدا جدا اداره الجونه ومجلس اداره الجونه، مش انا بس اللي بتكرم يا دكتور، انا والجهاز واللعيبه كلنا اتكرمنا في الجونه. ده ما حصلش للاسف في اسوان. انا دي كان يعني انا وبصعد من اسوان كان ده مشوار الجونه معانا كمان في الدوري يعني اطلب ما تتمناه على طول. انا وبصعد مع اسوان يا دكتور كان من ضمن طموحاتي موضوع التكريم ده. بلدك بالظبط، جذورك، الواحد بيبقى عاوز يكرم في بلده لو ايه. كنت يعني كنت مستني حاجه زي كده، بس ما حصلتش. الظروف كانت مش مواتيه، الدنيا كانت مش مظبوطه، الاحداث كانت متسارعه شويه، مين جاي مين رايح، يمكن يكون سقط سهوا، بس كان نفسي برضه زي ما حضرتك قلت ان انا على الرغم من ان يعني طبعا على راس مجلس الاداره الان واحد من افضل الناس ايضا، مع مستشار الدكتور الشافعي صالح، واحد من الناس الجميله المحترمه جدا. طبعا من اول ما جه طبعا بعد سياده اللواء احمد سليمان، وكان الراجل في ظهرنا لغايه لما حققنا الصعود يعني. طيب الجونه بقى تم تكريمك بالصوره اللائقه، انت مركز قوي في الاهداف، بتراجع بتذاكر الماتشات تاني، بتفتكر الايام وحشتنا الماتشات. لما تفتكر الايام دي دلوقتي وانت دلوقتي اصبحت في الدوري الممتاز وفي جهاز محترم وثقه الكابتن ايمن رمضان ايضا، واحد من المديرين الكبار، ومع نادي زي نادي سيراميكا كليوباترا، ايه شعورك هنا يا كابتن دلوقتي؟ انا عايز اقول لك يا دكتور، في ناس فاهمه القصه غلط، يعني يقول لك ان انت تصعد تحت وان انت تعمل انجاز تحت ده موضوع سهل. لا بالعكس، انا امسك فرقه اصعب من فوق جدا، اصعب كتير. لا ده في معاناه بالذات في مجموعتنا في الصعيد، معاناه كبيره جدا جدا جدا، بالذات في فرقه الجونه، الموقع الجغرافي بتاعها. يمكن انت قضيت اكتر من نص الموسم بتاعك وقاعد في الاتوبيس بتسافر، مسافرات كلها مرهقه جدا جدا، الفرق بتجيلك مره واحده، انت بتطلع لاقرب فرقه ليك كانت يمكن هنا اللي هي الثلاث ساعات، وده كان اخر ماتش في الدوري. لكن احنا كان رحنا سفريتين اسوان، السفريه واحده 9 ساعات، مسافات طويله جدا جدا. الموضوع في الصعيد يمكن في ملاعب برضه صعبه، الفرق كلها بتتساوى فيها، يبقى الامور كانت صعبه جدا. لكن الدوري ممتاز، انت عارف الفرق كلها بتلعب في ملاعب كويسه، عارف الفرق بتفكر في ايه، وعارف المدربين بيفكروا في ايه، فالموضوع لا في الدوري الممتاز اسهل بكتير جدا، اسهل كتير جدا، اسهل كتير جدا. كاس الرابطه برضو بطوله جديده، يعني انت مبخت بس مش مبخت، انت اجتهدت واشتغلت بالظبط، والجهاز الفني الجديد ايضا اللي انت موجود فيه ده ثقه، يعني ثقه الكابتن عامر فيك، الكابتن ربيع ياسين فيك، كل من تعاملت معهم في ثقه، ولما توليت الرجل الاول نجحت وباقتدار ان انت تصعد بالنادي. وبالتالي كابتن ايمن رمادي واحد من الاسماء اللي انا كان من زمان تقدم الى الدوري المصري، ولما قدمت بالصوره التي تليق، واول بطوله حققها نادي سيراميكا كليوباترا كان على ايد الكابتن ايمن رمادي ومعاه الكابتن احمد مصطفى بيه. شايف البطوله دي بالنسبه لكم بتمثل ايه؟ طبعا اول بطوله لينا في مسيرتنا، بتجيلك بعد انت لسه محقق انجاز ما كملتش الشهر بصعود مع فرقه كبيره زي الجونه. ثقه كابتن ايمن الرمادي الكبيره فيك ان انت تبقى معاه في جهازه في البدايه في الانطلاقه اللي هو هينطلقها دي. جينا نادي سيراميكا ما حسيناش ابدا ان احنا ناس غريبه، إن كان الاستقبال انا بالنسبه لي برضه الناس كلها عارفاه، الناس كلها بتعاملك برضه كمدير فني لسه صاعد. وبعدين هم برضه كان عندهم بيروت هناك في الصعيد واتقرب العينين طول السنه، ومعتز الضبطاوي والعميد شامي كانوا رايحين جايين على هناك. وعلى فكره كانوا عاملين فرقه كويسه جدا، فرقة يعني يمكن من اصعب الماتشات اللي واجهتنا السنه دي ماتشين بيروت. ومحمد صلاح طبعا، محمد صلاح سيف رئيس النادي من الناس الجميله بالظبط، لا عملوا حاله كويسه جدا جدا السنه دي. السكواد اللي موجود معاك في دكتور في سيراميكا كان مريحنا نفسيا شويه أوي. اي نعم الموسم ما كانش على المستوى السكواد اللي موجود ده،
على الرغم من وجود اجهزه فنيه، شيخ المدربين الكبير كابتن حلمي طولان، ومن قبله كان معين الشعباني، ومن قبله اسماء عديده كابتن احمد سامي، وبالتالي ما كانش في اي يعني. وبالمناسبه كابتن ايمن بعد ما بعد البطوله اهداهم طبعا، اهداهم لانه حقهم وده حقهم طبعا لازم ياخدوه. بس اللعيبه يمكن ده يمكن احسن ختام ختموا به الموسم اللي هو يعتبر مش احسن حاجه بالنسبه لهم. كان ختام كويس جدا ليهم، وحاجه يعني يمكن انصفت شويه الكابتن ايمن بعد الاخفاق بتاع اسوان، انه كان يستحق بصراحه. طبعا شخصيه جميله تستحق، شخصيه جميله ومدرب يا دكتور. ايه اللي بيميز الكابتن ايمن في تدريبه وانت عاصرت ناس كتير؟ علم، علم، وده افضل شيء. علمه مش بيبخل بيه على حد، وده اصراري. ويمكن انا قعدت مع كابتن ايمن مرتين بس، كان لنا لقاء في رمضان على السحور، دي المره اللي قعدت فيها، لان احنا بقينا 7 ماتشات في الدوري والراجل عايز يساعدنا، انتوا تعملوا كذا تعملوا كده وتعملوا كده، ودخلنا اتبحرنا وانت في الجون واحنا في الجون، قعدنا لغايه بعد الفجر، الراجل مش مبطل كلام في الكوره وفي العلم، واحنا قعدت يعني مدى الاستفاده مش عايز اقول لك يا دكتور. تخيل بقى انت هتشتغل مع الراجل ده موسم كامل، اضافه كبيره. انا في ناس تقول انت مدير فني رقم واحد، احنا شايفينك بترجع ليه؟ لا انا مش برجع، لا بالعكس، احنا ممكن كنت اقعد السنه دي ما مرنش اصلا، بس اقعد اخد دورات واخد معايشات، عايز اتعلم، انت عايز في المجال، عايز ارتقي. ليه 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 لو وقفت مكاني انا خلاص مش هتقدم؟ السنه الجايه لو ما عملتش حاجه محدش هيعرفك، خصوصا انت مش جاي من نادي كبير اهلي ولا زمالك، فمالكش قاعده يعني ترسى عليها، قاعدتك بس هتبقى علمك ودراستك، وده اللي انا متوسم فيه خير ان شاء الله في شغلي مع كابتن ايمن رمضان. لو اتعرض عليك التواجد في تشكيل منتخب من المنتخبات، ده شرف كبير يا كابتن. في التوقيت الحالي، التوقيت الحالي هو طبعا ما حدش يقدر يرفض طبعا منتخب مصر، ولو جت طبعا افكر ان شاء الله يعني. اضافه طبعا كبيره جدا جدا جدا. طيب تعالى لمشوار الدوري العام السنه دي، وانت دلوقتي اصبحت في الجهاز الخاص بنادي سيراميكا كليوباترا، شايف المنافسه الموسم القادم مع وجود الفرق اللي موجوده في المربع، سواء اهلي، بيراميدز، زمالك، فيوتشر، والانديه الاخرى، بنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا، اعتقادي ان هم هيظهروا بشكل مختلف تماما لما كانوا عليه الموسم ده، مع وجود المصري بتدعيماته وعلي مال، مع وجود اتحاد اسكندريه مع كابتن طارق العاشري، مع وجود الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال، موسم اعتقاد ان هو هيكون صعب يا كابتن. اللي حصل الموسم اللي فات يا دكتور يخلي الناس كلها تعمل حسابها من الاول على البنت من اول اسبوع بالظبط، ياخدوا احتياطاتهم، لان فرق كبيره وفرق سكواد كبير، فرق صرفت ملايين الملايين ولقيت نفسها في الاخر كان ممكن تهبط، كان ممكن تنزل. يعني انت بتتكلم على فرقه البنك الاهلي، لو قلت لك السكواد بتاعهم لا صعب جدا ان هو ينافس، ما فرقه زي سيراميكا صعبه جدا. فالفرق كلها يمكن شايف حضرتك التدعيمات بتاعه النادي المصري بعد كابتن علي مهاب ما مسك، كابتن النادي الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال اكيد هيظبط الدنيا عند النادي الاسماعيلي. لا الموسم الجاي موسم انا شايفه صعب، وصعب جدا، خصوصا كمان ان في كمان نادي اضافه جديده للدوري، نادي زد بامكانياته جدا، مع صعود نادي جماهيري تاني زي بلديه المحله، هيبقى دوري الجونه طبعا بامكانياتها. بأتمنى التوفيق من خلالك برضه للكابتن علاء عبد العال، واحد من الاسماء الجميله، وللمجموعه اللي موجوده معاه كابتن حصري كتر خيره، ومن بعد كابتن حسام ما مشي المسؤوليه كلها على عاتقه، بأتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الموسم الجاي. طلع الجيش ضم كريم طارق لمده 3 مواسم، الفرقه كلها شغاله في بالظبط في رحلتها على الاخر. طيب كريم طارق كان على ذمه الجونه، ما كان على ذمتهم وخلاص ضمه وخلاص. طيب شايف ان في لعيبه في القسم الثاني تستحق التواجد في الدوري الممتاز؟ كتير كتير كتير. هو لعيبه دكتور، هي لعيبه الدوري الممتاز كلها جايه اللي موجود دلوقتي. يعني انا يمكن اذكر لك اقرب حاجه، يعني اقرب حاجه فرقه سيراميكا اللي احنا في الوضع الحالي، احنا مسكنا يمكن 4 ايام قبل نهائي كاس الرابطه، في 4 من الفرقه كانوا بيلعبوا في مجموعه الصعيد معانا. ده مواسم سابقه، مواسم سابقه، زلاكا كان موجود، زلاكا، ترقصوت، ارموتي، ارموتي كان موجود، اسلام ريشا، حارس المرمى، واللاعب افريقي اسمه جاستس ارثر كان بيلعب في ديروت برضه. انا بقول لك ده اقرب مثال. ليه لا؟ لان في لعيبه موجوده دلوقتي
شفنا السنه دي مع المصري حسام جريشه حسام جريشه من بروكسي كان في سلسليان قبل كده احمد حكم مع سموح كان حكم. جايب من السويس لا لو عديت هتعد حاجات كتير فانا يعني متوسم خير ان شاء الله برضو في السنه الجايه في دوري المحترفين ال 20 فريق ده لو في ده طبعا لقطتك وانت طبعا سيادة النائب محمد ابو العنين رئيس مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا ووكيل مجلس النواب طبعا كانت فرحه كبيره جدا حضوركم على الكاس دي وشكوا حلو كانت بطوله يعني ايه غاليه نادي سيراميكا كليوباترا امام فريق كبير بحجم نادي مصر بورسعيد وجماهيره الوفيه العريضه فكانت يعني برضو فرحه كبيره شايفين كيلاني والدكتور فريد الكل في كل فرحان ده طبعا لحظه بالنسبه لك لحظه تتويج جديده بالظبط ولما تدخل الملعب يا دكتور تلاقي كميه الجماهير اللي موجوده بتاعت النادي المصري الواحد ما شافش المنظر ده الناس دي عاشقه ما جماهير بورسعيد والاسماعيلي والسويس دلوقتي عاشقين لكره القدم زي الاتحاد وزي المحله وزي الانديه الشعبيه الكبيره يعني هي فرقه ما كانتش بتشجعها بتشجع الفرقه المنافس ليك بس احنا موجودين في اجواء كانت جميله واللعيبه كانت مبسوطه ومستمتعه هي وبتلعب وانت بطولتين في يومين ثلاثة ما شاء الله يعني أنا يا جماعة هنقعد نحسد في الراجل ده الراجل عاوز مزيد حتى بكري يعني شايف فرحة بكري كمان كله سعيد ومبسوط كلهم حتى خلت بداية الموسم معاك داخل بداية الموسم بداية جميلة والناس كلها مبسوطة عندك بطولة السوبر هتشارك فيها النخبة الجديدة الأبطال بإذن الله إن شاء الله لها مرتب طيب جدا طبعًا جدا طبعًا طيب خلينا ناخد معاك بعض الأسئلة الخاصة بينا طبعا النائب أحمد دياب وسيادة النائب محمد أبو العنين في الصورة طيب هتقول لي صح أو غلط تمام اسوان تستطيع ان تصعد بسهوله في الموسم القادم مع تطبيق دوري المحترفين بسهوله لا بسهوله لا مع عدد الانديه اللي هتبقى موجوده لكن مش صعبه لا ممكن تصعد طبعا لكن مش بسهوله مش بسهوله بعض المدربين يعتمدون على العلاقات دون الاهتمام بتحديث قدراتهم الفنيه والعمليه مظبوط مظبوط الوكلاء لهم دور كبير جدا دلوقتي اللي بسمعه يعني الواحد بعيد عن القصه دي بس انا بسمع انت في الصعيد كنت مرتاح كنت مرتاح طالما جيت هنا بالظبط الواحد يعني انا سنتين كمدير فني ما تعاملتش خالص مع وكلاء مجهودك هو اللي وصلك الحمد لله والاداره الواعيه بالظبط وده بقى اللي تفرق برضو اداره عارفه بتنقي مين وعينها رايحه لمين بالظبط ده تفرق كتير جدا طيب القسم الثاني بيه مدربين يتفوقون على اخرين بالدوري الممتاز لو خدوا فرصة لو خدوا فرصة طبعا ما تعالى نفتكر من زمان الكابتن حسن شحاتة من الشرقية فاكر لما فاز والمقاولين العربة في الدور في القسم الثاني وخد كأس مصر وكأس السوبر وبعد كده منتخب مصر من القسم الثاني بالظبط كابتن حسن تولى تدريب المنتخب بعد ما فاز مع المقاولين هو كان ما دربش دوره ممتاز في الوقت ده وامثله كتير كتير يعني. عندك خالد ايهاب جلال بدا بالحمام وكفر الشيخ تليفونات بني سويف خالد جلال وتليفونات كابتن خالد جلال كفر الشيخ وطنطا وشبين وغيرها من الانديه كابتن مجدي عبد العاطي وكابتن كابتن مجدي عبد العاطي لا اسماء كتيره بصراحه وحضرتك يعني ما شاء الله يعني بعد ما امسك المنتخب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعرضت للظلم من اداره الجونه هو مش ظلم لا هو الرؤيه ما كانتش واضحه انا بعذر الناس هناك جدا كابتن حسني كان متواصل معايا بس هو بالنسبه له بعد بقول لك بعد رحيل كابتن حسام الزناتي الدنيا الرؤيه ما كانتش واضحه حتى الرؤيه ما كانتش واضحه في المكافئات بتاعه الناس يمكن خدناها قريب كان كل حاجه مش واضحه حتى حسام الزناتي يعني خلص قدم اعتذاره على الفتره بالظبط لا كانت الامور بصراحه فانا بعذرهم في النقطه دي طيب هناك لاعبين في بعض الانديه التي تنافس لا ترغب في صعود فرقها للممتاز خشيه تسريح هؤلاء اللاعبين. ما اعتقدش. ما تعتقدش؟ لا ما اعتقدش، انا موجود في مكان عايز انجح. زمان كانت موجوده دلوقتي ما عادتش انا سمعت عنها زمان، لكن انا في الوضع الحالي لا انا عايز اكسب عشان اخد مكافاه، عايز اكسب ليه افكر ان انا همشي ممكن وبقت في لعيبه حتى لو ما عملتش في الدوري الممتاز معروفه اللي هي لعيبه صعود زي مدربين صعود بالظبط بتستعين بهم الانديه اللي عاوزه تصعد وبمبالغ محترمه. بالظبط، انا اقول لحضرتك على حاجه يعني انا جيت من اسوان على الجونه اتيح ليا ثلاث لعيبه جبت بكري وجبت عبد الرحمن عبد النبي والعشري كانوا صعدوا معايا في اسوان العشري كان من ايام طنطا من دمياط العشري لف الكره الارضيه كلها صعد اربع مرات ما شاء الله عليه العشري ده انا افتكر وانا في لجنه الكوره في طنطا كنت بتعاقد معانا والاستاذ محمد شوقي نجيب كان جاي من دمياط وبعد ما احسن انا عاوز ارجع احسن قلت له اقعد وصعد مع النادي وبعد كده تولى الناس الجميله طيب واحد من ثلاثه الانديه الشعبيه ضحيه المشاكل الماديه ولا المشاكل الاداريه ولا نطره المواهب؟ اداريه 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 يا ليها ماديه انا معاك في دي
ماديا. طيب. انا ده اعتقادي يا دكتور، اعتقاد راسخ بالنسبه لي انا كمجلس اداره، يعني عايز الناس تنتخبني عشان اجي اعمل حاجه. اول حاجه انا عايز اعملها في نادي شعبي ان انا اوفر موارد للناس، موارد ماليه. صح كده، ما يجيش بعد كده. انا معاك والله. طيب، طموحي مع سيراميكا كليوباترا الفوز ببطوله، التواجد في المربع الذهبي، تطوير اداء بعض اللاعبين. يمكن اغلب الاجابات هو النهارده. يمكن في قعده كابتن ايمن مع اللعيبه. لا، اول تمرين كان لكم النهارده. اول تمرين النهارده. لا، الطموح كبير جدا جدا ان شاء الله مع النادي السنه دي باذن الله يعمل ان شاء الله. طيب، دوري المحترفين سوف يساعد على تطوير، او القسم الثاني الف يعني تجاريا، دوري المحترفين يساعد على تطوير الكره المصريه، لن يضيف اي جديد سوف يؤدي لتراجع الكره المصريه. لا يساعد، تطوير طبعا. تطوير، تطوير. انا بس كان نفسي ان يعتبر الدوري المحترفين او بمسماه ده ان هو نسخه من الدوري الممتاز. نسخه من الدوري الممتاز في الشو الاعلامي اللي هو الناس كلها عايزه تصعد الدوري الممتاز عشانه. في البروباجندا، في الاتموسفير، كل اللي حوالين الدوري الممتاز تبقى في دوري المحترفين، تلاقي الناس، هتلاقي الدنيا ماشيه كويسه ان شاء الله. طيب، نروح مع بعض للاسماعيليه نشوف تقرير عن تقديم الجهاز الفني الجديد بقياده كابتن ايهاب جلال، وارجع اكمل مع كابتن احمد مصطفى بيه. احب اقول حاجه عشان الناس تبقى عارفاها، وزاره الصحافه اللي عندنا، ان احنا ما عندناش قيد لثلاث فترات، فما حدش يحاول يقول احنا جايب لعيبه. في ناس بعتت للكابتن علي ال 14 لعيب وكانوا متعاقدين، وكل الكلام ده جميل، وهناخد من اي لعيبه. احنا ما عندناش طريق، واحنا عندنا هنتعامل في مصلحه النادي، ودي حاجه جيده جدا للناشئين بتوع النادي الفتره دي، ان شاء الله النادي الاسماعيلي، وانا بقول لعيبه في مصر كلها يعني ممكن تطلع منها حاجات متشابهه جدا، هيظل توفيق ربنا هو اللي في الاول والاخر، مش حاجه تانية. حاجتين بس مهمين جدا يا شباب، وده اللي انا قلته في الاول، اللي عنده حل الحاجه يقولها. احنا بنسال اسئله جميله جدا، انا لو الاثنين هتباعوا انا هقول هقول عشان النادي، عشان بس ما نبقى عارفين، عشان النادي مش هما لعيبه كبار جدا طبعا. باير عنده شرط جزائي، لكن هو برضه محاسب جدا على النادي، فهي مش هقول ان مصلحه باير يمشي ولا مصلحه النادي، هي مصلحه اثنين. فدي حاجه، واحد ما بياخدش فلوس بقاله سنتين ووقف مع النادي واقفه كابتن فرقه حقيقي، يعني احنا خسارتنا في باير غير انه لعيب كبير، انه كابتن فرقه حقيقي، لانه كان بيلم الفرقه الى حد كبير. لكن اتثابت الامور في السنين اللي فاتوا كلها، نامل ان احنا نعمل فرقه يعني ان شاء الله تعمل حاجه لنادي اسماعيل. لكن لو جه الباهر حاجه وهو عاوز يمشي، انا بقول لك انا هوافق، لان عاوزين نبقى مكان اللجنه، وعاوزين نبقى مكاننا في الاول والاخر. انا عاوز انزل التمرين واللعيبه واخده فلوسها او واخده جزء من فلوسها، فبنعمل بنحاول نعمل بالانس بين الكلام ده. عندك لعيبه انتهت عقودها، عندك لعيبه مقيده وفي التزامات فمش قادره تشيليها، في حاجات كتيره. فالناشئين موجودين، هم الملاذ بتاع النادي، هم الشباب، وطول عمر الاسماعيلي الشباب دايما والناشئين هم اللي بيسندوه. فريت الناس تفهم كده وتعرف وتقف وراهم، ده اللي انا طلبته النهارده. انا هو ده اللي قلته، ان انا الناس والجمهور الاسماعيلي يقف ورا الفرقة السنة دي، لأن احنا في موسم في منتهى الصعوبة، مش منتهى الصعوبة لكن هو حيوي، يا إما هنقدر نعتمد على الناشئين يا إما هتبقى مشكلة. لو اعتمدنا والناشئين وعدينا ونجحوا، هيبقى فيها حافز للمجموعة للشباب اللي جاي بعديه، وهبتدي يرجع الإسماعيلي يرجع يعتمد على الشباب. طبعا بيتي وأول مكان أنا اشتغلت فيه ولعبت فيه، فلو عندي جميل كبير جدا، فبحاول ارده من اي مكان ابقى موجود فيه، وحتى لو موجود مع كابتن ايهاب بتبقى طبعا يعني بتشرف جدا ان انا بشتغل مع كابتن ايهاب وفي اي وضع. فان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه تبقى يعني تبقى شكلها محترم شويه، لان طبعا الظروف اللي بيمر بيها النادي بقاله 3 4 سنين ظروف صعبه جدا، فاحنا بنحاول ان شاء الله ان احنا تبقى الفتره اللي جايه فتره ان شاء الله تبقى يعني نحاول نغير فيها حاجه. بس طبعا مهم جدا توفيق ربنا، مهم جدا جمهور اسماعيليه يبقى واقف ورا الجهاز الفني، واقف ورا اللعيبه، عنده درايه كامله
احنا بنعمل ايه في القطاع الناشئين، واحنا لعبنا 5 ماتشات ظهرت فيهم مواهب كبيره جدا جدا اللي انا كنت واقف معاهم دلوقتي. ف الاول قيد استمر على كده ان شاء الله بامر الله، يعني هيكون للولاد دول نصيب كبير جدا ان هم يلعبوا. يعني هو لازم ايهاب ياخد فرصه كويسه وياخد مسانده كويسه جدا من الجميع يعني، وربنا يوفق النادي ان شاء الله. في اختيارات لجنه فنيه كانت على اعلى مستوى، الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان والكابتن صبري المنياوي، هم اختاروا الانسب في الفتره دي ان هو كابتن ايهاب جلال، وفعلا اتكلمنا معاه والراجل رحب جدا بالنادي الاسماعيلي بدون اي حاجه خالص، قال انا تحت امر النادي. بالتوفيق، كل ما اتمناه التوفيق للنادي الاسماعيلي مع قيمه كبيره هو الكابتن ايهاب جلال، وجماهير وفيه وعاشقه لفرقتها لان ده كيان كبير جدا كلنا بنحبه. أنا عارف إن النهاردة أول يوم تمرين وأنت العراق وجبناك، لكن كان لازم هذه الإطلالة لواحد من الناس المحترمة الخلوقة اللي اشتغلت صح وقدرت إن هي تسطر تاريخ في وقت قصير ب3 بطولات، 2 مدير فني بالصعود إلى الدوري الممتاز والحصول على كأس الرابطة كمدرب عام مع الكابتن أيمن رباط. أتمنى لك التوفيق ودائما تكون موجود معنا وانت تحقق البطولات كابتن احمد مصطفى. انا كنت مبسوط جدا جدا معاك يا دكتور النهارده، وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش، غدا ان شاء الله حلقه جديده في تمام 11 مساء حتى هذا الموعد. دمتم في امان الله، الى اللقاء.